بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأكارم، أينما كنتم وأينما كانت مواقعكم عبر قنوات بي إن سبورت، طابت أوقاتكم أيها الأحبة في كل مكان عبر قنوات بي إن سبورت هنا في هذه المباراة طبعا المنتظرة الخاصة هنا ببطولة الكالتشو تحديدا. مشاهدينا الكرام، مباراة يدخل فيها المتصدر نادي الميلان في هذه المباراة ضيفا ثقيلا على حساب كاليري في هذه المباراة التي نتمنى أن نستمتع فيها وإياكم، أن تأتي ممتعة في هذا اليوم الذي أعتقد بأن الفرجة ستكون فيها حاضرة لهذه المباراة ولهذه المواجهة الخاصة بالفريق الإيطالي الكبير. الحديث هنا عن الميلان، الفريق الذي يقترب من العودة من جديد مرة أخرى إلى وضعه الطبيعي على مستوى كرة القدم الإيطالية. الميلان مشاهدين الكرام بعد البطولة التي حظي بها طبعا على مستوى هذه المسابقة، الحديث هنا عن الدوري طبعا. تتبقى لدينا العديد من الجولات ولمحاولة لكنها إلى خارج أرضية الملعب. بعد هذه تمنة خطيرة داخل منطقة الجزاء، البداية السريعة للمباراة، على البداية السريعة للمباراة وعلى ركلة جزاء، والكرة التي سترسل من هذا المكان يتقدم لا مجال هنا للسقوط في هذه المباراة، لا مجال للسقوط للميلان حاضرا هنا بعظمة وبتاريخه بحضوره الكبير وبالجاهزية الكبيرة. لاحظوا هنا عندما مر عبر من بينهم ثم سقط أرضا وركلة الجزاء. الله 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 الله، أوه على زلاتان، على إبراهيموفيتش في اللقطة الماضية على يمين حارس المرمى الهدف الأول. لاحظوا الله هنا محاولة إلى الأمام، القادة بين من يقود هذا الفريق، مساحة قد تأتي الإطاحة للمرة الثانية العرضية لكنها إنسانة لهذا الاسم الذي ينتظر منه الأشياء الكثير. على بقى هنا متوفر خيار، متوفر عرضية تأتي، أوه على الكرة الماضية يا بيترو، على المحاولة الماضية من جانب جواو. ذهب هنالك إلى الدوري الأمريكي، محاولة قائمة هنا بالرأس لكنها مرة تعدت إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى مع دوناروما إلى خارج أرضية في الجهات اليمنى في هذه اللحظات العرضية لكنها الأخيرة. لا أتحدث عن أداء هنا ولو حالي من الجهة اليمنى هنا الآن الكرات المرسلة، المحاولات القائمة لا تزال لكن الصافرة من جانب حكم هذه المكان. ماذا عن نهايتها العرضية المرسلة مع الاتزان فيما هو قادم؟ هنا محاولة إلى الأمام لكن عبور في هذه الكرة في هذه اللقطة المرسلة هنا من الجهة اليمنى، لكن مرة تعدت. أعتقد بأن واحد من أبيز الأسماء وأخطرها تحدث هنا، كرات التي ما تكون موجعة من جانب الميلان ومن خلالها شاهدنا الهدف في كرة زلاتان التي انسل فيها من بينهم يا ستيفانو يا بيولي. حوار هنا بين، لا نعلم عن مستقبل المباراة فيما لو كانت النتيجة تأتي بها من أجل. هنا محاولة لا تزال مستمرة لك فرق المرشحة للفوز بلقب هذه المسابقة على بينيفيتو. هنا محاولة لإبراهيم دياز من هذا المكان، الملعوبة، الاستلام، الخطر، واحد على واحد، تصويبة الكرة من هذا المكان لمصلحة كاليري خطيرة لكن كذلك لحارس المرمى. هنا محاولة من جديد، لا تزال مستمرة النتيجة بهذه الوضعية لأن إلى حد اللحظة أيضا النتيجة ليست مريحة. هنا خطأ على كاسييخو، خطأ على سامو كاسييخو اللاعب الاسباني ايطاليا. هنا محاولة بهذه الطريقة الى زلاتان، الله كان كرة ملعوبة امامية، لا تزال مستمرة الخطر ثم الضرر لكن الله، اوه على الكرة وعلى التغطية المثالية من جانب تون باحثا راغبا. هنا محاولة، اوه على الكرة الماضية، الضغط ترسل بهذه الصورة هنا من هذا المكان لكنها مرت من جانب دييغو غودين. هذا دييغو غودين وراسيان لمصلحة كاليري، مساحة موجودة عرضية، الكرة اوه 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 على الكرة الماضية على الإبعاد
ثم عادت مرة أخرى داخل منطقة الجزاء، لكن فريق من 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 الصعب أن تسجل. كيسيا هنا، المرور، العبور العرضية التي قد تأتي، محاولة لكاليري من هذا المكان لكنها مرت. لا تزال هو تقدم في بهدف مقابل لا شيء. كان سجل في آخر 18 مباراة أمام كاليري. خطيرة من هذا المكان، تصويب، الله، لكن التسلل كان حاضرا. يا زلاتان في اللقطة الماضية، اللاعب الذي مر هنا وبالتالي عبر، وصلت الكرة إليه ثم صوب كرة تسكن في الشباك، لكن يؤكد الهدف للميلان بعد أن حضر الفار وأفسد علينا لحظة الجمال في اللقطة الماضية. زلاتان يسجل، هذا المقاتل الهرم مذاقها وأنت سيختلف تماما. عرضية هنا بهذه الطريقة وصلت، محاولة إلى الأمام لا تزال، لكن دون روما مساء. يا زلاتان، الله 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 على كرة هنا على الهدف الثالث بهذه الطريقة. حارس المرمى اليمنى هنا الآن، تبقى ولا تزال تصويب، لكن في اللقطة الماضية على كل هنا خطيرة. الله 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 الله، تصدي من جانب حارس، يا سلام على كرة الثالث الآن، الثالث. الله، على ويلة إلى الأمام، تصل بعد ذلك إيكاسييخو لكنها مرة تعدد بالكرة في المحامي فيورنتينا في الجولة الماضية. هنا محاولة، لكن الدفاع، الله على هذا. إنما ميتي هو آخر الوافدين بالمناسبة، أو لا، هو قبل الأخير، لأن آخر الوافدين ماريو مانزوكيتش. ميتي اللاعب الفرنسي القادم من نادي تونس، لكنها أبعدت من جانب دفاع كاليري. دييغو غودين والبقية، لوكا تشيبيتيلي وبقية الأسماء هنا، بطاقة صفراء، يبدو لي بطاقة صفراء. هذه الثانية بالنوري في بالنسبة له. هنا محاولة لا تزال مستمرة، تصويب، الله على يزخر بالأسماء الكبيرة جدا هنا. أعتقد بأن كان صادقا هنا. محاولة، الكرة تصل لمصلحة دوناروما. من قال في هذه اللحظات، مشاهدينا الكرام، لدينا اللاعب البديل بافوليت، بحث من خلالها، أتى المرور، أتى العبور، قد تأتي العرضية، الأمر بالاستمرار هنا، راسية، الله على قفازك الأيمن يا دوناروما، قفازك الأيمن في طب يلا حد يركب، روح على الباقي التاني، روح على الباقي اللي ورا. هات باقي وتعالى، هات باقي وتعالى. واحد وفي واحد تاني. بس هم هيموتوا زون. اهو. هيموتوا زون يا عيني.